نشتريها بشباب هذا بس خلاص يلا 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 ارفع ارفع وسع ارفع من عندك في الراس هنا هي مظبوط يا اخوان عندي شيء لما نرفع اثنين يجيبوا الخشبين يرجعوا الخشب بعده بس اشيل هي الخشب هذيك مع بعض وقت مع بعض رجع شوي واحد يسحب من جهه من عنده بس واحد يسحب من جهه ارفع 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 على حافة شباب على حافة على جناب على جناب الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن الموت حق نشهد أن الموت حق وأن البعث حق وأن النشور حق وأننا عائدون إلى ربنا سبحانه وتعالى مهما طالت الحياة بنا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هل عقلنا هذه الحقيقة هذه الخارطة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لعباده كيف بدأنا وإلى أين سوف ننتهي هل عقلناها مهما فررنا من الموت سوف يلاقينا إلى أجل مسمى هل عقل الناس حقيقة الموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هذا هو الناجح هذا هو الذي أدرك حقيقة الحياة والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان أيها الإخوة الكرام كثير من الناس يدخل ويخرج من الحياة وهو لا يعلم لماذا خلقه الله وما سبب وجودنا على هذه الأرض الله سبحانه وتعالى هو الذي يحييكم ويميتكم وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وإذا قضى أمرا لحكمة سبحانه يعلمها فإنما يقول له كن فيكون فلا راد لقضاء الله ولا راد لحكمة الله قد ترى الإنسان في الصباح ثم المساء يكون في عداد الأموات قد تنام ثم لا تصبح لا يعرف صغيرا ولا كبيرا فإذا قضى أجلا فإنما يقول له كن فيكون لذلك أيها الإخوة الأحباب الكرام في مقام المقابر نذكر أنفسنا أن نتذكر الموت وأننا عائدون إلى الله حتى لا نكون زوارا ولا نعتبر
لنعتبر من حقيقة وجودنا ولنتقرب من ربنا ولنعمل لهذا اليوم ولنعمل لهذه الفرصة التي لن تنفع أحد إلا عمله، لن يأخذ الإنسان معه إلا عمله وإلا ما قدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا عملا يرحمنا فيه عندما نبقى وحيدين في كبورنا، عندما يغادرنا الأهل والأحباب والأقارب ولا يبقى معنا إلا ما قدمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويرحم أخانا سلطان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر ذنوبه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين، إنك عفو كريم. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أموات هذه الجبانة وما سكن معهم، اللهم اغفر لهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واعف عنا وعنهم ولميتنا وأموات المسلمين ثواب سورة الفاتحة.